السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ورسالة جديدة من رسائل ربانية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع شديد الأهمية للغاية تحت عنوان قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النهاردة هنتكلم عن عدة أمور للأسف الشديد استشرت في مجتمعاتنا العربية خاصة، وهذا من تتبع الغرب فيما يفعل. هنتكلم النهاردة كيف يصل الحال بالشباب إن هو يشيع الفاحشة بأسهل ما يمكن وبأيسر الأمور، وهنتكلم عن حاجة أخطر إن هو مش مدرك عاقبة ما يفعل. هنتكلم النهاردة عن قضية القذف وعن قضية التشهير بالناس وعن خطورة الأمر دوت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلل لنا الصعاب وأن ييسر لنا الأسباب وأن يفتح لنا الأبواب. بداية عاوزين بس نفهم حاجة مهمة، الشريعة الإسلامية في قواعد عندنا اسمها كليات خمسة. إيه هي قصة الكليات الخمسة؟ اللي هي العقل والدين والنفس والنسل والمال. الدين والعقل والنفس والنسل والمال دول اسمهم كليات خمسة. الإسلام لما جاء ليحافظ على هذه الكليات اللي هي الدين يحافظ على الدين، والنفس جه يحافظ على النفس، والعقل جه يحافظ على العقل، والنسل والعرض. النسل والعرض بعضهم عدها ستة، خلى النسل حاجة والعرض حاجة وبعضهم خلاه حاجة واحدة. والمال قضيتنا النهاردة بتتعلق بوحدة من الخمسة دول أو من الستة على التفصيل السابق، ألا وهي قضية العرض الأعراض. الشريعة الإسلامية لما جاءت لتحافظ على العرض ووضعت له خطوط حمراء لا يجوز لأحد أن يجتازها، ما ينفعش تجتاز الخطوط الحمراء دي. ليه؟ لأن الأصل في الشريعة عندنا هي الستر مش الشيوع مش الفضح. النهاردة للأسف الشديد أصيب المجتمع بل كل المجتمعات العربية بعدة تطبيقات من السهل جدا إن الولد البنت الشاب الشابة الرجل المرأة إن هو يخش يقلد شكله وطريقته على بعض الأفلام أو على بعض الأغاني أو على بعض المسلسلات وهو فرحان بالطريقة دي، وينشر واحدة كل يوم تعمل فيديو جديد، واحد يقعد كل يوم يعمل فيديو جديد وينشر 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 وبملابس أعزكم الله يعني أعاذنا الله وإياكم منها، ملابس داخلية ما لهمش أصلا دعوة بالملابس، حاجة يعني نسأل الله العفو والعافية، وبينشر ده اسمه إيه في الشرع؟ اسمه إشاعة الفاحشة. مش المراد بس الفاحشة الزنا خالص، ده مفهوم عام كل ما فحش. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما استتر، فدي فواحش الشباب عمال ينشرها كل يوم على المواقع التواصل الاجتماعي وهو مش واخد باله ان اللي بيعمله دوت نشر وإشاعة للفواحش. طيب شوف ربنا سبحانه وتعالى في الآية بيقول إن الذين يحبون، هو بالفعل معظم الشباب للأسف بيحب ينشر لنفسه فيديوهات وي وي وي، أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في بقى أمر أخطر، تتبع عورات المسلمين. النهاردة لما نبص كده على مواقع التواصل الاجتماعي فيقول لك تسريب فيديو لفلانة أو تسريب فيديو لفلان أو إيه ده، ويبدأ ينشر ويعمل مشاركات ويعمل لايكات ويعمل كذا ويعمل، دي مصيبة سودة، دي إذاعة للفواحش في المجتمعات. انت النهاردة واحد ربنا ستره فانت فضحته، شاركت في الفضيحة على الأقل، الناس بتفتكر ان ده شيء طيب ان انا نشرت حاجة جديدة يعني خالص. انت اللي حضرتك بتعمله ده سنة سيئة، عليك وزرها ووزر من يعمل بها الى يوم القيامة. خلي بالك زيك، شوف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة ياسين قال ايه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالنهاردة تخيل كده لو انت شاب او فتاة بتفكري
او بتفكر بالاسلوب دوت وان انا هعمل فيديو والفيديو دوت شبه اباحي ولا 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 ورحت عامل له مشاركه ونزل على مواقع التواصل الاجتماعي، كويس، كم واحد شاهد؟ 1000 بقوا 10 بقوا مليون بقوا 20 مليون. خلي بالك اللي انت بتعمله ال 20 مليون ده في ميزان سيئاتك يوم القيامه، انت مش واخد بالك. ونكتب ما قدموا واثارهم، اللي انت عملته والاثر. طب واللي بيعمل حسنه بيستر على المسلم، خلاص لك اجرها واجر من يعمل بها الى يوم القيامه. فاحنا للاسف الشديد انتشرت فينا هذه السيئه بطريقه مخيفه. كل واحد النهارده ما بقاش في امن ولا امان، مجرد واحد يخش يعمل لك هاكر ويروح واخد لك فيديو من عندك ويبدا ينشره، صور لبنات ويبدا ينشرها. يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. من الصور برضك للاسف الشديد اللي هي بقت خلاص الفاحشه انتشرت في الشباب، مش بس قضيه الفيديوهات والكلام ده، لا قضيه السب العلني كمان، ما هو دي من ضمن الفواحش واذاعتها بين الناس. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قال: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه، يسب ابوه وامه. فالصحابه متعجبين، مين ده اللي يقدر يسب ابوه وامه ده؟ خلي بالك ده امر خطير، يعني هم شايفينه امر مستبشع. يشتم مش يضرب، مش يسرق، مش، لا ده يشتم. من هذا الذي يسب اباه ويسب امه؟ وهل يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: يسب الرجل ابا الرجل. طب ايه اللي هيحصل لما انت تشتم واحد بابوه او بامه، هيسكت لك؟ لا. قال: فيسب اباه ويسب امه. ادي كده كبيره من الكبائر. فاحنا النهارده لما انت تصحى الصبح كده ابدا، انا عايزك تبدا تعد بقى. النهارده شتمت كام واحد بامه وابوه؟ النهارده نشرت كام فيديو شبه اباحي ولا المقاطع اياها ديت اللي هو بيسموها المقاطع الساخنه وغير ذلك؟ شوف، عد لنفسك السيئات اللي انت بترتكبها. كام واحد شاف الفيديو، وكام واحد تأثر، وكام واحد زنى، وكام واحد عمل كذا وكذا وكذا، كل ده في ميزان سيئاتك. اللي انت بتعمله ده نشر للفاحشة، ومن نشر الفاحشة وأعان على نشرها، يعني اللي ينشرها أو أعان على نشرها، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في حاجة تانية مهمة، الشريعة علشان تحافظ على القصة دي عملت حاجة اسمه حد القذف. الولد اللي بيشتم واحدة أو بيشتم حد معين بيقذفه بالزنا أو بيعرض. ولذلك الشريعة لما جت قالت لك الألفاظ بتاعت القذف دي ثلاث مراتب: لفظ صريح، ولفظ كناية، ولفظ تعريض. حرمت الثلاث حاجات. اللفظ الصريح إن هو يقول له يا زاني أو يا زانية، ده لفظ صريح كده، ده انت حرام ويقام عليك الحد كمان لو الناس شهدوا عليك، وي 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 80 جلدة على طول، امر خطير بمجرد بس النطق ده. واحد. طب افرض انا ما صرحتش لكن كنيت، يعني ايه معنى الكناية؟ يعني يحتمل لفظ الزنا وغيره. زي ايه الالفاظ اللي احنا ممكن الشباب نسمعها؟ يقول لك ده البنت دي شمال، الولد ده شمال. دي مصيبة تانية، خلي بالك، ده قذف، خلي بالك، وده ليه عقوبته عند الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة خالص التعريض. إيه مسألة التعريض؟ قال لك: أما أنا ده أنا راجل في اليمين مش زيك. يعني إيه أنا راجل محترم؟ أو إن أنا مثلا يجي يعرض كده يقول له: أما أنا فلست بزان، أنا ما بزنيش يا سيدي. إيه معناها؟ تفهم منه إن أنت كأن أنت زاني. ده اسمه إيه؟ ده اسمه تعريض. فكل هذه الأمور حرمتها الشريعة. انت متخيل ان هي تحرم الصريح والكناية وما فيه تعريض؟ ده ايه اللي الشريعة عايزاه؟ عايزة تحافظ على الاعراض يا سيدي، عايزة ما تنشرش الفاحشة اللي انت عمال تنشرها بلسانك وبفعلك وبعملك. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم،
إن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة ورسالة جديدة من رسائل ربانية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.